السلام عليكم. أحب أبارك للشعب العراقي والأهل البصرة بالتحديد على استضافة بطولة خليجي 25. طبعا إنجاز عظيم ورائع ويجعلنا كلنا فخورين بالرغم من المصاعب وال يعني الظروف، لكن يعني هو حدث يجب على الكل أن يشيد به. وإن شاء الله يعني هذه بداية، وإن شاء الله العراق يستضيف بطولات أكبر وأكبر في السنين القادمة إن شاء الله. العراق بلد عظيم وتاريخ عريق. كنت في سفرة زيارة العراق قبل فترة، ورجعت جبت بعض التحفيات، يعني ذكرى لبعض الأصدقاء هنا في أمريكا. من كنت يعني أشرح لهم شنو هاي التحفيات، مثلا جبت بعض خارطة العراق ومكتوب عليها الكتابة المسمارية، يسموها سوميريان لانجويج. فهاي طبعا أول لغة مكتوبة في التاريخ هي في العراق، أو من أوائل اللغات المكتوبة. يقدر عمرها يعني قبل 3500 سنة قبل الميلاد، يعني 5000 سنة قبل الآن. فمن تذكر هاي المعلومات يعني الناس هنا تنصدم، واو. يعني أغلب تاريخ عندهم ما يعني 200 سنة، 300 سنة، 500 سنة، من يعني تحكي 2000 و 3000 سنة قبل الميلاد. يعني هذا شيء يبهرهم جدا، وطبعا يعني اعتزوا بهاي الهدايا كلش، قدروها. يعني بعض الهدايا الأخرى كانت مثل قيثارة سومر، يعني على شكل مصغر. طبعا كلها يعني أعمال يدوية شريناها من الموصل. فهذه أيضا تقريبا 2500 سنة قبل الميلاد، يعني 3500 سنة من الآن. وهي أيضا أول آلة ذات أوتار عازفة في التاريخ، على الأقل في التاريخ المدون. يعني تشوف الانبهار على وجوههم، يعني شيء كلش، وقدروها طبعا، ويعني تشكروا هواية. عنه احنا يعني بالنسبة لنا شيء بسيط، ويعني we take it for granted مثل ما يقولون. ثور المجنح مثلا 700 سنة قبل الميلاد يرجع تاريخ. البوابة عشتار ايضا جبت بعض الميداليات، بوابة عشتار هذه تقريبا 500 سنة قبل الميلاد. يعني تاريخنا ما يتفهم كل الآلافات. مع الأسف يعني إحنا ما نقدر هذا الشيء، يعني غير الناس يقدروا أكثر من عندنا. هنا طبعا نقطة مهمة، يعني هو تاريخ حلو وكل لازم يفتخر به، بس لازم إحنا نستمر نصنع التاريخ. يعني الاتكال على التاريخ والحضارة، وهي يعني لا شك شيء لا يستهان به وشيء يعني يدعو للفخر، بس ما يصير نقعد نتكل خلاص وإحنا أصحاب تاريخ حضارة والظروف وما أدري منو بسوي بينا يعني فلان شيء فلان شيء. خلي كلنا نتكاتف ونعمل ونصلح البلد. يعني هاي يعني كثير من أصدقائي هنا يعني يقولون الوضع سهل، يجون يزورون. طبعا أكيد إذا ينفتح باب السياحة هاي الأماكن، يعني أنا أدعو الحكومة والناس المسؤولين أن تنظر يعني في هذا الشأن، بالذات يعني الأمن يعني يستدب شوية. ف يعني هذا باب يعني يجوز يوازي أو يفوق عائدات النفط. يعني تقدر تفتح هاي المكانات الأثرية ويعني تعرضها بتكتات، ويعني السفر، ويصير طبعا انتعاش اقتصادي
يعني فرصة كبيرة، وإن شاء الله التوفيق للجميع، وإن شاء الله الأمن والاستقرار والازدهار والسعادة للكل يا رب.